كابتن عبد الحليم، في رأيين في بعض الأحيان بيقول لك أهم حاجة الثلاثة بونت، وخاصة أنت بتلعب فريق منافس ليك مباشرة، لما تلعب منافس ليك مباشرة بيبقى همك كله الثلاثة بونت. في بعض الأحيان يقول لك لا، برضو الأداء بيديني طمأنينة فيما بعد، فيما هو قادم. الناس بتقلق شوية من الأداء، إن إحنا دافعنا كتير الشوط الثاني زمالك كابتن حمادة وكابتن جمال، ولكن نجحت في النهاية إنك أنت تاخد ثلاث نقط من المنافس الأول ليك حاليًا، فعلى المركز الثاني على الاقل الى ان يجد جديد ان شاء الله باذن الله فيما بعد. انا متفق معاكم تماما في اللي كابتن جمال قاله وكابتن حماده وحضرتك وحضرتك. انت معاني راي. انا رايي 3 بونت. 3 بونت. انا رايي النهارده رغم بعيد عن الاداء. انا النهارده خليني واقعي يعني. لا لا برايي. فخليني واقعي. خليني واقعي النهارده. النهارده انا بلاعب منافس مباشر. يعني فريق قوي. يعني الفرق المنافسه هتلاقي في الاخر انت اهم حاجه تخرج بالثلاثه بونت. دي رقم واحد. رقم اتنين، انا بلعب النهارده وعندي 5 لعيبه. لو احنا رجعنا ماتشين لورا شويه بنتكلم في الاصابات، ما عنديش دكه، عندي 5 لعيبه قوام اساسي مش موجود النهارده، 5 لعيبه كابتن طارق بيخش النهارده اساسيين في تيم نادي الزمالك، او بيخش الراجل بيديهم النهارده بيجهزهم للي جاي. بيبدا بيوسف، بيوسف حسن النهارده لعيب صغير بدا بيه المباراه النهارده. عماد دونجا داخل النهارده. ده في صالح يوسف ولا ضد مصلحة يوسف انه يبدأ مباراة كبيرة زي دي؟ لا احنا في وقت هو برضو ما خدش ماتشات كتير الفترة اللي فاتت. لا يبدأ، ما فيش مشكلة. بص يا كابتن، اللعبة دي كلها انت لازم تجهزها ولازم تاخد ولازم تحتك ولازم هتلاقي ماتش كويس وماتش وحش، لسه الولد صغير. فبالتالي لازم نحطين في الحسبان واحنا بنتكلم، احنا بنتكلم على مين؟ ده لاعب صغير لسه، الجرأة من الراجل اللي نديله يبدأ بيه النهارده. الولد بيأدي، عنده رهبة، عنده خوف لسه. فبالتالي النهارده خد جرأة وكسر حتة الخوف عنده. الماتش جاي هتلاقيه فنيا أعلى شوية، هتلاقي الجهد بتاعه أعلى شوية. زي ما كلنا ما بدأنا. فبالتالي لا، كويس إنه خد النهارده، حتى لو الولد ما أداش النهارده أو ما كانش موجود زمالك كابتن جمال، مفيش برضه حاجات راحت له بشكل صريح. فلا أنا ياخد، مفيش مشكلة. النهارده فتوح كان راجع من الإصابة، النهارده بياخد بيبدأ طمنا عليه. سامسون النهارده راجع كان مصاب بنطمن عليه. محمد عبد الغني تاني مباراة الراجل بيطمن. فعندك 5 لعيبة النهارده ما كانش بيبدأوا ما كانش موجودين، فالنهارده ده واخدين الماتش النهارده. تاني مباراة النهارده فالراجل بيديهم، فده مكسب كبير لنادي الزمالك النهارده. تالت حاجة، أنا تاني مكسب على التوالي يا كابتن، وأنا راجع من 2 تعادل. يعني راجع من ضغط عصبي وراجع إن أنا بنافس على دوري وفقد 6 بونت أو 4 بونت. فالنهارده أنا شايف الماتش النهارده المكسب الوحيد بتاعه كله التلاته بونت. التلاته بونت مع فريق مباشر يحطوك في مكان ما، يخلوك محافظ على الصدر، محافظ على المنافسه. انما الاداء احنا بنتمناه كلنا، واكيد مع جاهزيه اللعيبه دي كلها هيبقى الاداء افضل ان شاء الله في اللي جاي. انما كان مهم جدا يا كابتن طارق نطلع النهارده بالتلاته بونت. تخيل انت النهارده لو طلع لا قدر الله متعادل ولا حاجه، او لا قدر الله في هزيمه، لان شايف تلاته بونت في ماتشات كتير هتلعبها، لا هتلعب بنفس الاداء ولا هتلعب بنفس الجهد ولا. انما في الاخر انا عايز من المباراه دي، فانا خدت 3 بونت النهارده. اعتقد مكسب مهم جدا لنادي الزمالك، و3 بونت مهمين جدا. مبروك عليهم، مبروك على اداء نادي الزمالك وعلى لعبه نادي الزمالك، واللي جاي بافضل الله فنان يكون افضل مع رجوع اللعيبه بالكامل ان شاء الله.